تعتبر بلدية الدائرة التاسعة آخر محطات الحملة التوعوية التي نظمت حول صحة الإنجاب والتنظيم الأسري تفاديا للوفيات التي تحصل أثناء الولادة. وخلال الحفل الختامي لهذه الحملة، تحدثت العمدة الثانية لبلدية الدائرة التاسعة عن أهمية التنظيم الأسري والاهتمام بصحة الأطفال وتربيتهم تربية جيدة، مثنية العمدة على أعمال مشروع دعم الصحة والبيئة باز. ممثلة المشروع زينب دوسة تحدثت هي الأخرى عن المخاطر الأربعة للحمل وما تعانيه المرأة من مشاكل جمة في تربية الأطفال الذين هم في أعمار متقاربة. عدة رسائل شهدتها هذه الحملة التوعوية تناولت مشكلات الحمل المبكر والمتقارب والحمل المتأخر والمتعدد وكيفية الوقاية من هذه المخاطر الأربعة. وعبر هذا العرض المسرحي استفاد سكان بلدية الدائرة التاسعة عن كثير مما كانوا يجهلونه من قبل. وتبي مين عم يسرق قبل مرة واحد ما نمشي لبتان ولا تقول شيء فيك يسبب مين عم يزرق أنا يا كذا أنا ما تبي تسألني أنا كذا أنت مارشي هاتوا عم تدري ده هاتجلو يخلي مرة ده يمشي لبتان. هذا وختمت الحملة بأسئلة للمواطنين لمعرفة مدى استيعابهم لحملات التوعية التي نظمها مشروع دعم الصحة والبيئة باز.